النقابة العامة البارح وقفة بساعتين، تجمع تلمذي ساعة 8 صباحا، ثم تتلوه وقفة وتوجه لمقر الاتحاد العام للشغل للتعبير عن الغضب، عن الإدانة، على كل معاني الغضب وعلى كل معاني رفع المظلم على الشعب الفلسطيني الأعزل، اللي اليوم العالم تقريبا ضاع ضمير العالم أمام الموتى، أمام الأطفال، أمام المستشفيات التي قصفت البارحة. اليوم صباحا مدينة أو قرية النصيرات في غزة وصل بهم الحد إلى قصف مخبزة طعام يسل المواطن الفلسطيني أنه يقف في الصف للحصول على رغيف الخبز لمدة 7 ساعات أو أكثر. قصفوا كل معاني الحياة، المياه، الكهرباء، الصحة، الأطفال، التعليم، ضربوا كل معاني الإنسانية أمام صمت رهيب، أمام تخاذل عربي، أمام صمت عربي، أمام دعم أمريكي ودعم بريطاني وقوى عظمى، يعني أمام تقريبا القوى والتوازن القوى تقريبا يكاد ينعدم أمام هذا الوضع المستمر منذ 48، منذ اجتياح صبرا وشتيلة ومنذ تهجير في غزة. اليوم كما يقال يعني مخطط جديد يجهز للشرق الأوسط الجديد، عملية تهجير مقصودة، عملية إبادة جماعية. قبل كل شيء نحب نترحم على الأرواح الشهداء اللي سقطوا في غزة وفي فلسطين، الله يرحمهم والله يصبر عائلاتهم. وإحنا حقيقة معناتها الكلمات ما ثمش كلمة باش تنجم تعبر بها على موقفك وعلى أنك أنت متأسف وعلى أنك أنت مثلا تنجم تندد. الحقيقة متاع ربي الكلمات تحدث لهنا فمن الله. وكما شفتوا اليوم معناتها قررت النقابة العامة يعني تنظيم وقفة بساعتين على الأقل، حتى مثلا تليم ذاتنا الصغيرات يحسوا ويعرفوا ويفهموا القضية شنية فمن الله، ونكون على الأقل عبرنا على الأقل سيدي حتى بكلمة، لأن نجموش حتى كيفاش نمدوا يد المساعدة حتى شيء، ونحاولوا أن نلموا لهم شوية تبرعات ونقفوا معهم. والذكرى احنا تو تعدينا بذكرى عيد الجلاء، كيما احنا سيدي فرحنا بيوم من أيام أنه فمن الله تحررنا، نفرح زيادة أنه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله فلسطين تتحرر بإذن الله، إن شاء الله ترجع الحقوق لأصحابها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ربي سبحانه وتعالى ولا تقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله ربي يكون معاهم ويكون ينصرهم. واحنا نقولوا مثلا نحبوا الشعب التونسي كله يتكاتف ويتضامن مع الشعب الفلسطيني هسيدي، حتى بكلمة يعني، حتى بقطر الدم، حتى بدينار، إن شاء الله يكون عندنا ثقة أنه معناتها التبرعات والإعانة توصل، ونتمنوا يعني من الشعب ومن القيادة ومن الناس الكل أنها تتضامن. الحياة فهم زهرة الحياة.